النفحات الصوفية، وكاتبها الدكتور عبد الرحمن البدوي مسويها مسميها شطحات وأنا سميتها نفحات. اسمع مولانا، ثم الكتاب بعون الله تعالى الملك الغفور مسمى بكتاب النور في الكلمات أبي في كلمات أبي طيفور رحمه الله جميع الأولياء إلى أرواحهم الفاتحة. وروح سيدي والساشم ورفع الوزير ناب سيد الحجازي خليك معي. وهنا يرد في نسخة حلب ما يلي: ويجوز أن يكون إضافة جديدة للكتاب الأصلي بدليل إشارتي إلى كتاب حلية الأولياء لأبي النعيم. أبي نعيم من هو؟ أصفهاني؟ أصبهاني؟ وأنه أخذ عنه وسمعت إيوانا وسمعت أنا أبا الحسن نعم أصبهاني وسمعت أبا الحسن علي بن نصر اللبان الدينوري العدل الثقة رحمه الله تعالى قال: حدثنا الشيخ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد والله الأصفهاني يقول سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا الحسن المرزوي يقول سمعت امرأة أبي يزيد البسطامي قالت سمعت أبا يزيد البسطامي يقول: عالجت كل شيء فما عالجت أصعب من معالجة نفسي وما شيء أهون علي منها. ايش رأيك سيد الحجازي؟ يقول عالجت كل شيء أبو يزيد البسطامي إلا النفس. وسمعت أبا الحسن المرزوي يقول سمعت امرأة أبا يزيد البسطامي قالت سمعت أبا يزيد